السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد على القناة. النهاردة ان شاء الله الفيديو هنشتغل بالريزن. طبعا قبل ما ابدأ، ادخلوا على القناة هتلاقوا فيديوهات كتير على فكرة موجودة، ولكن حبينا نبدأ تاني من الالف للياء للناس اللي ما تعرفش تشتغل خالص او ما تعرفش يعني ايه هو الريزن. ريزن زي الايبوكسي الاتنين واحد. طبعا لو عملنا سيرش هيطلع لنا معناه بالظبط بالتفصيل، ونبقى عارفين هو ايه المادة اللي احنا بنشتغل بيها. قبل ما نبدأ، يا ريت الناس اللي تدخل على القناة ما تنسوش السبسكرايب عشان اي اشعار يوصل لكم، وتفعلوا الجرس. طبعا انا اول حاجة وزنت، المفروض ان انا الريزن انا بشتغل بيه، او انتوا النوع اللي بتشتغلوا بيه تشوفوا الطريقة بتاعت الوزن النسب ازاي. انا خلطت 3 لـ1 يعني 30 قصاد 10، فايه حطيت 60 وبي حطيت 20، يعني اجمالي الجرامات معايا 80 جرام النهارده. ودي خامة التزيين اللي هنشتغل بيها، ودي القوالب اللي هنشتغل بيها. القالبين دول برضو من قوالب صفحتي على الفيس، انتاج صفحتنا. طبعا قوالب تحفة جدا بجد، هتعجبكم، هتعملوا احلى شغل بيها، او انت بقى حسب القوالب المتوفرة عندك بتشتغلي بيها. النهاردة هنعمل حاجة بسيطة جدا، طريقة تزيين بسيطة، يعني هنبدأ خطوة خطوة كده لحد ما نبقى محترفين ان شاء الله، ونعمل شغل حلو جدا. طبعا دي طريقة التغليف بتاعتي، لازم اغلفه بالطريقة دي عشان يبقى القالب مظبوط وما فيهوش اي مشاكل. ما ينفعش كيس تغليفين مثل القالب من جوه، هيبوظ لمعته وهيبوظ القالب، فاحنا بنغلف بالطريقه دي قوالبنا بنحافظ عليها. واللمعه بتاعته ما شاء الله تحفه جدا وجميل. انا حبيت النهارده اشتغل كوستر السحابه، هنعمل بيه افكار تانية كتير، ولكن احنا النهارده بدأنا هنعمل حاجه بسيطه. ده جليتر الاوبال برضو هنبدأ نشتغل بيه. طبعا هنمسك حاجة حاجة كده، نبدأ بكوستر السحابة، حاجة بسيطة جدا، مجرد ان احنا بنحط الجليتر على الريزن وخلاص. انا هنا اول حاجة هنبدأ نخلط الريزن معانا. انا طبعا ما كنتش خلطتهم، انا وزنت كل حاجة لوحدها الاول، بعد كده هنبدأ نحط بيه على ايه اللي هو المصلب على الريزن. زي ما قلت لكم انتم طريقه الخلط حسب النوع اللي بتشتغلي بيه بيبقى مكتوب على العبوات نسب الخلط من ايه قصاد بي قد ايه. انا قلت لكم ايه، عندي 3 بي 1، بمعنى ان انا كل 3 سنتي قدامهم 1 سنتي، او كل 3 جرام قصادهم 1 جرام. انا طبعا بشتغل بالميزان، فوزنت 60 جرام من ايه يبقى قصادهم 20 جرام من بي. النهارده الكميه اللي معايا في الفيديو معايا 80 جرام. طبعا لازم نخلط كويس جدا ونتأكد ان الخلط بتاعنا، ناخد وقتنا عشان بعد كده تتجنبي اي مشاكل وتبوظي القالب بسببها. اول حاجة ان انت لو ما عملتيش النسب بتاعتك مظبوطة في الاول، لو ما وزنتيهاش مظبوطة او ما خلطتيش كويس، ممكن الشغل بتاعك يفضل طري، ما ينشفش، ما يتصلبش. احنا المفروض ان احنا في الصيف بيقعد قصاده يعني 8 9 ساعات وبيجمد خالص وبنفكه من القالب. في الشتاء بياخد وقت اطول في الجفاف شوية، فممكن يوصل 24 ساعة او اكتر كمان، يعني حسب الجو بقى. فخدي وقتك في الخلط، ما تزهقيش ما تمليش، لا اخلطي واحده واحده وخدي وقتك. يعني هو مش بينشف اول ما نحط ده على ده، مش هينشف ولا هيحصل مشكله، ما تقلقوش. خدي وقتك واخلطي كويس، وتاكدي ان انت خلطتي الاثنين في بعض كويس واندمجوا تماما مع بعض، وبقوا الاثنين حاجه واحده. وبعد كده ابدأي اشتغلي على مهلك. طبعا قبل الشغل انا انصح ان انتوا تحضروا حاجتكم الاول اللي هتشتغلوا بيها، وتبقي مجهزة انت هتعملي شغل ايه او افكارك، عشان ما تتلخبطيش وما تشتتيش نفسك بعد كده. طبعا انا الولاعة دي من الحاجات اللي محتاجاها. انا النهاردة مش هستخدم الجفت ده، ولكن هو من الاساسيات معنا في الشغل. لو بنزين بحاجات معينة بنمسك بيها وبنحطها. طبعا قدامي مناديل، قدامي عصيان الخشب، حاجتي رصاها قبل ما ابدا الشغل، حاجتي كلها لازم تكون قدامي. قبل ما اشتغل انا ببقى عارفه انا مثلا هعمل ايه، فببقى مجهزه الحاجات اللي هشتغل بيها، عشان ما اقعدش مثلا انا يعني انا مش عارفه انا هعمل ايه، فمحتاره بقى هزين بيه. لا، انت بيفكري انت عاوزه تعملي الشغل عامل ازاي، فبتجهزي حاجته. ان شاء الله الفيديو يعجبكم وتستفيدوا. طبعا كل خامات الفيديو ده موجودة في صفحتي على الفيسبوك، اي حد عاوز اللينك بتاعها يعمل لي كومنت تحت الفيديو وهبعت له لينك الصفحة.
ما تنسوش اللايك وكومنت والشير للفيديو، ما تنسوش سبسكرايب للقناة وتفعلوا الجرس، أهم حاجة تفعلوا الجرس عشان أي فيديو ينزل يوصلكم. الناس أول مرة تشوف الفيديو ده ادخلوا على القناة هتعجبكم جدا. وياريت تعملوا سبسكرايب ما تنسوش، هيشرفني طبعا ان كل الناس تعمل سبسكرايب. ان شاء الله القناة تكبر بيكم وتستمر في تقديم محتوى حلو ويعجبكم بإذن الله. بصوا هنا انا مجرد ان انا خدت بس شوية ريزن وهبدأ احط عليهم جليتر الاوبال بس، يعني بصوا ما فيش اسهل من كده. اي حد مش عارف يشتغل ريزن، مش عارف يعمل حاجة، يعني دي حاجة بسيطة مش محتاجة اي حاجة، ده هو شوية ريزن على الجليتر عليه. انا طبعا بحب احط كمية كبيرة عشان انا عاوزة الكوستر الجليتر هو اللي يكون طاغي. فهنشوف ان شاء الله الاشكال في اخر الفيديو، روعة يعني، ان شاء الله تعملوا شغل حلو. بصوا الجمال بتاعه واللمعة بتاعته، طبعا موجود جليتر الأوبال على صفحتي تقريبا 9 ألوان. انا النهاردة يعني معايا اللون البينك بس مش هعمل بيه حاجة، لكن كوستر السحابة انا حبيت اعمله باللون الازرقاني عشان يبقى شبه السحابة شوية، ولكن احنا في افكار كتير هتتعمل بعد كده بنفس القالب، ولكن احنا بدأنا بالسهل، حاجة بسيطة جدا اي حد يعرف يعملها، مش محتاجة يعني تجهيزات خاصة، ده هو شوية ريزن على جليتر وخلاص على كده. طبعا الناس اللي بتيجي مثلا تبعت لي وتقول لي هو انا محتاجة اعزل القالب قبل ما اشتغل، والله لا، انت لو القالب بتاعك تمام مفيهوش مشكلة، متغلف لمعته حلوة جدا، كل حاجة فيه نظيف وتمام، بنصب على طول. طبعا السيليكون هو مادة عازلة لوحدها، يعني احنا حطينا ريزن على السيليكون كده كده هيطلع مبيلزقش فيه، لكن ريزن يلزق في اي خامة غير السيليكون بيطلع منها عادي يعني من السيليكون، فاحنا القالب سيليكون فده مادة عازلة مع الريزن فكده كده هيطلع منه، فانا مش محتاجة اعزل بأي حاجة ولا احط حاجة. طبعا انا بحاول احط واظبط الكمية بتاعتي لحد ما القالب يبقى خلاص استوعبها كلها وما يطلعش بره، اهم حاجة انه ما يطلعش بره. هنا بقى خطوة مهمة، ان احنا بعد ما بنصب المفروض ان احنا بنبدأ نمشي بالولاعة على فوق، يعني الشكل مش ما يبقاش لمسه مباشرة، لا بعيد شوية ولكن بنمشي عليه. فايدة الولاعة طبعا احنا لما خلطنا ريزن وقعدنا نقلب 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 دخلنا هوا جواه اللي هو البابلز، فلما بنيجي بنصب في القالب بيطلع لنا نقط هوا كتير او بابلز كتير، دي مش بتضيع الا بحاجة سخنة، فاحنا الحرارة بتاعت الولاعة او النار اللي طالعة السخونية هي دي اللي بتطلع لنا البابلز فوق. وانا هنا كنت مشغلة مروحة اصلا قدامي يعني عشان كده عمالة تطفيلي الولاعة كل شوية، ولكن دي خطوة مهمة لازم تعملوها عشان الشغل يبقى تمام. نيجي بقى لتاني قطعة برضو سهلة وهنعمل حاجة بسيطة جدا، القالب ده رائع جدا في الاكسسوارات، تحفة قوي لو هنعمل بيه ميداليات بقى ونبدع في التزيين. يعني احنا النهاردة هنعمل حاجة معينة وبعد كده هنعمل اشكال تانية كتير. القوالب بجد لمعتها من جوه فوق الوهم يعني ممتازة بجد. هو طبعا دي كلها قوالب صفحة والجليترات دي من خامتنا والريزم موجود عندنا. ان شاء الله اللي اخد حتى الحاجات دي وهيجي يبدأ يعمل معايا هيعمل ان شاء الله حاجات حلوة جدا. هنا برضو هاخد شوية ريزن كده صغيرين وهبدأ ان انا اظبط اشوف هعمل ايه، وانا خدت شوية صغيرين خالص عشان هعمل فيونكة الاول، حابة الفيونكة تبقى فيها القلوب بس يعني، فهاخد شوية جليتر كده من القلوب وهنحطه ونخلطه مع الريزن. انا طبعا بحط كتير عشان انا حابة القلوب تبقى يعني طاغية على الشكل، سو رائع اصلا. واللون ده بالذات من الالوان اللي عليها طلب، يعني هتلاقوا الناس شغلها حلو قوي ما فيهوش لون، هو هتحسوه كده يعني واخد من الريزن اتنين حاجة واحدة. فهنبدأ نصب طبعا، وانتوا بتحطوا اهم حاجة تخلي بالكم ما نطلعش زيادة برا الشكل هتبهدلوا الدنيا، وهتضطروا تمسحوا الزوايد او بعد ما تخلصي الشغل هتقعدي تصنفري، فاهم حاجة تراعيها ان انتي شغلك مظبوط ما يخرجش برا القالب، يعني يبقى واخد الشكل فقط ما يطلعش برا، هتضطري بعدها لو طلع برا تكسري الزوايد وتصنفري وحاجات تانية بقى. فاحنا كده خلينا في المضمون شغلنا مظبوط.
ماشيين واحدة واحدة، ناخد وقتنا في الشغل، ما تستعجليش، حاجة حاجة هتلاقي الدنيا مظبوطة. تاني حاجة نيجي نبدأ نعمل شكل ميكي بقى. انا حبيت اجيب الجليتر الدوتس الكبير ده اللون الفضي، يعني هتشوفه في اخر الفيديو الروائع بتاعته. ان شاء الله هنشتغل باللون الذهبي المرة الجاية برضو، عندنا منه الدوتس الكبير في الذهبي والفضي، والصغنن في الوان كتير جدا موجودة على صفحة الخامات على الفيسبوك. طبعا انا هنا حابة الجليتر يكون طاغي، فبصوا بحط كتير، يعني كتير بمعنى الكلمة كتير، وما شاء الله الكيس لسه فيه، يعني الباكت حلو بيعمل معاكي شغل حلو. بصوا ما شاء الله قد ايه الكمية، هتلاقوه في اخر الفيديو، بجد القطعة طالعة رهيبة يعني جميلة جدا، هتعجبكم ان شاء الله. اهم حاجة بقى قلبوا الاتنين في كويس جدا مع بعض عشان الجليتر كله يدخل جوه الرسم. طبعا حابة افكركم تاني، يعني عشان الناس اللي بتنسى، متنسوش اللايك وكومنت للفيديو والشير ضروري عشان القناة تكبر وتستمر بيكم. الناس اللي ما عملتش سبسكرايب لحد دلوقتي، الحقوا اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس عشان يصلكم كل جديد. تابعوا الفيديوهات، ان شاء الله قريب في فيديوهات تانية هتعجبكم جدا، والفيديو الجاي للريزن هيكون عن الالوان الكحولية. ان شاء الله ينزل الاسبوع ده برضو، تابعونا. ما تروحوش في حتة، الجديد كله هتلاقوه عندنا وكله من خامات صفحتنا، هنعمل احلى شغل. هنا بعد ما حطيت طبعا زي ما قلت لكم اهم حاجة الولاعة، دي خطوة مهمة جدا 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 لا غنى عنها، يعني زي ما تجيبوا مثلا الريزن يبقى معاكم الولاعة، الاتنين دول مع بعض. طبعا الميزان مهم، الناس اللي بتعمل نسبها مظبوطة لازم ميزان. طبعا انا لقيت اتبقى معايا ريزن فخسارة يعني نضيعهم، فهنستغلهم في حاجة كده هتنفع بعد كده. طبعا الكمية النهاردة اللي عاملاها معايا 80 جرام، عملنا بيه كوستر السحابة، عملنا بيه الشكل الفيونكة والميكي، باقي شوية صغيرين فنستغلهم بدل ما يترموا في يعني نستغلهم احسن، حرام الحاجات دي متكلفة فما نبقاش رمينا الحاجة على الفاضي. فانا جبت القالب ده بيعمل فصوص حلوة جدا على فكرة، ممكن تعمليه مرتين وتروحي عاملاه حلقان ببريمة تلبسيها، او كفصوص بتتلزق على خواتم، او بقى اي افكار تانية، يعني سواء حلقان فصوص تعمليها دلية سلسلة رقيقة على رقبة صغنونة كده، او مثلا سلسلة نزل منها حاجات صغنونة خالص، بجد هتبقى حلوة جدا. وان شاء الله في فيديو هيكون مخصوص بعد كده لما نجمع الشغل اللي احنا هنعمله على القناة مع بعض، نخرم الاشكال عشان نعرف الحاجات دي بتتخرم ازاي، او لو عملنا حلقان ازاي. كل الحاجات ان شاء الله جاية بالترتيب، تابعونا بس ما تروحوش في حتة. والناس اللي حابة الموضوع وحابة تجيب الخامات برضو موجودة على صفحتي على الفيسبوك، ممكن تعملوا كومنت تحت الفيديو وبعت لكم لينك الصفحة، تدخلوا تتفرجوا وتشوفوا ايه اللي حابين تبدأوا بيه، يعني حاجات بسيطة تبدأوا فيها في الأول كده وتعملوا شغل حلو. هنا برضو متبقي معايا شوية بالجليتر الرهيب ده، فبرضو هكمل واحط. طبعا انتي تبقي مجهزة معاكي حاجة زيادة علشان لو حاجات اتبقت منك تشتغلي بيها، ما ترميهاش، يعني دايما شوفي انتي هتشتغلي شغل ايه وجهزي كام قالب على جنب احتياطي زيادة عشان لو حاجة اتبقت منك اثناء الشغل فتعملي بيها حاجات تانية. فبتنفع بجد في الحاجات دي، يعني ممكن الحاجات الاشكال اللي انت تعمليها تنفعك بعد كده في الشغل اصلا، يعني ممكن تعملي بيها عليها شغل تاني. انا عاجبني الجليتر ده جدا بجد، شغله جميل، وفي اخر الفيديو هتشوفوا الاشكال وروعتها وجمالها. بجد اللي حابب يبدا مشروع او تبدا تعمل لنفسها على الاقل، او يعني انت واولادك تقعدوا تعملوا الحاجات دي، هتعجبكم جدا ومسليه قوي وسهلة وبسيطة، يعني ما فيهاش حاجات صعبة. يعني ان شاء الله الفيديو يعجبكم، وان شاء الله يعني تتابعونا وتتعلموا كل حاجة مفيدة مع قناتي بإذن الله. طبعا اتفقنا ان احنا اهم حاجة عندنا الولاعة،
ما ينفعش ما ينفعش الولاعة ما تبقاش معانا، مش عندك يبقى بالكبريت بس تقعدي بقى تولعي كل شوية وتطفي. انا هنا اتبقى عندي شوية ريزم بس للأسف ما جهزتش قالب تاني فخلاص، لكن الكمية اللي باقية مش كتير، انا كده 80 جرام راحوا هنا. المفروض ان احنا بنسيب الشغل ده لتاني يوم يجمد تماما ونبدأ نفكه مع بعض، لكن احنا في الصيف المفروض خلال 8 9 ساعات وبعد كده بنبدأ ان احنا بنفكه، لكن انا هسيبه ان شاء الله لتاني يوم ونفكه مع بعض ونشوف هيطلع معانا ازاي. انا هنا الشغل خلاص الحمد لله جمد، وهنبدأ نشوف. انا هنا ده الريزن اللي انا استخدمته اللي هو موجود على صفحتي، انواع بتجيلنا مخصوص. بجد بصوا الشفافية بتاعته رائع جدا وجميل ويطلع معاكي شغل حلو قوي. دي الحاجات اللي انا استخدمتها، انا استخدمت الازرق ما استخدمتش البينك طبعا. وهنا الجليترات الدوتس والقلوب وحاجتنا بقى نبدأ نلمها كده على جنب عشان نشوف هنفك الاشكال ونتفرج على الحاجات اللي عملناها. ان شاء الله الفيديو لو عجبكم وحاسين ان انتوا استفدتوا منه يا ريت يا ريت يعني للتشجيع على الاقل تنسوش اللايك والكومنت والشير للفيديو، ما تنسوش سبسكرايب للقناة وتفعلوا الجرس عشان كل حاجة جديدة تنزل توصل لكم. ويا رب لو الفيديو عجبكم كومنت حلو كده تشجعوني ان انا استمر واعمل لكم فيديوهات احلى واحلى. بصوا كوستر سحابة رائع جدا يعني جميل عجبني قوي. اللون احنا مش حاطين لون نهائيا، ده الجليتر هو اللي مدي انعكاس، هو ريزن شفاف خالص ولكن الجليتر بتاع القبال هو اللي مدي الانعكاس ان احنا حاطين لون، ولكن احنا مش حاطين الوان نهائيا. خرج من القالب بكل سهولة ولمعة القالب مازالت. شكل كوستر السحابة بجد بجد تحفة. احنا موجود على صفحتنا كوستر السحابة مقاسين، ده المقاس الصغنن وفي مقاس اكبر. طبعا الكوسترات دي بتبقى محطوطة على مكتب او على سفرة وبيتحط عليها الكوبايات السخنة، بيبقى شكلها شيك وبتعملي بقى تزيين حسب ما انت حابة وتبدعي. القالب ما شاء الله هنستخدمه تاني وتالت ورابع، قوالبنا كلها بجد هتعجبكم. الشكل التاني ميكي بقى، يعني مش عاوز اقول لكم الجمال بتاعه بجد عامل ازاي. والحاجه بصوا بتطلع بسهوله ولا بنحتاج عزل ولا اي حاجه، كله بيطلع. دي شكل فيونكه، بصوا القلوب جواها عامله ازاي، رائعه جدا وجميله ولمعتها حلوه قوي. بجد تحفه. الحاجات دي ان شاء الله فيديوهات جايه هنركبها كاكسسوار ونشوف بتتركب ازاي، ولكن احنا هنجمع الاشكال بعد كده نشوف. الاول القالب ما شاء الله لحد دلوقتي بصوا اللمعه ولا كاننا عملنا فيه حاجه، تمام والدنيا حلوه جدا. بصوا بقى الجمال، يعني جليتر الدوتس ده اللي مش هيبقى عنده الشكل ده بجد هيفوته كتير، مخلي الحاجه بجد وهم. بصوا الظهر زي الوش، يعني انا بجد مبسوطه جدا من النتيجه، مبسوطه من التجربه دي، من الحاجات اللي انا عملتها. لا بجد مبسوطه جدا، ويا رب تكونوا انتوا كمان مبسوطين ويكون عجبكم الفيديو. تعملوا حاجه بسيطه بمجرد ريزن وجليتر نعمل اشكال حلوه. ده شكل الفصوص بجد طلع حلو قوي. الفص ده يبقى حلو لو حلق في الودن، حلق بريمة هنشوف بيتلزق ازاي في فيديوهات جاية، او فص بيتلزق على خاتم بجد هيبقى شكله برضو حلو جدا. اهم حاجة ان احنا نخرج البابلز كويس، انا هنا في بابلز شوية بس لازم تاخدوا وقتكم وانتوا بتخرجوا البابلز بالولاعة طبعا. يا رب ما كنتش طولت عليكم، ما كنتش ازعجتكم بكلامي كتير، ولكن زي ما انتم متعودين معايا بحب اشرح لكم كل حاجه. اخر حاجه بقى كده قبل ما نشوف الصور في الاخر بتاعه الحاجات، يا ريت يا ريت لايك وكومنت وشير للفيديو، ما تنسوش سبسكرايب للقناه وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. تابعوا الفيديو الجاي للريزن هيكون الوان كحوليه ونشوف ازاي بنشتغل بالالوان الكحوليه، لان ده كان طلب جماهيري، يعني ناس كتير نفسها تعرف ازاي اشتغل بالالوان الكحوليه، فده هيكون الفيديو الجاي باذن الله. تابعونا ما تروحوش في حته، يا رب الحاجه تعجبكم، وهسيبكم بقى مع باقي الفيديو والصور اللي هتبهركم باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.